شباب بغيت نكمل القضيه في الكومنت خصني التيست ديال لونجلي. لا التيست ديال لونجلي كتحتاجو الا كنتي باغي تدخل البروغرام نيشان فوقاش لعبت السون اس باسيبل ان شاء الله. هي تقريبا نسبه القبول في الكومنت، شوف القبول 100% لا صراحه كاين شي واحد لا باش يخليا نخدم في النواغ وانا كنقراو الى هي واش كيشكل هذا الفعل لا خطر. You don't want me to answer this question in public. قرية في USA واش صعيبة ولا لا؟ كمبيوتر نتورك تكنولوجي. قرية في USA كتعتمد على التطبيقي أكثر، كيعطيوك لي بروجي كيعطيوك، ولكن جينيرالمون في المتناول. So, سيفط الباج ديال ZS هنايا. راه I hired someone to answer all your questions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصدقاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نجاوب على الأسئلة اللي سولتوني في الانستغرام. بالنسبه للناس اللي ما متبعينيش في انستغرام، هذه هي الباج انستغرام ديالي، راه كنبقى نشارك معكم كنشاركوا شي معلومات ولا شي حوايج مره مره اللي ما كيكونوش في الفيديو. سو اول سؤال من عند سي هيتم، شنو احسن جامعات اللي نقدروا ندفعوا لهم الكمبيوتر ساينس وشنو احسن ولايات؟ هاد القضيه سي فغي، كاينين شي ولايات احسن من ولايات اخرين بالنسبه لدي دومين معينين. بالنسبه للانفورماتيك احسن حاجه احسن زعما البلايص اللي تقرا فيهم هو الغرب، كاليفورنيا ولا واشنطن ولا شرجم، يا واشنطن ستيت ماشي واشنطن دي سي. وبالنسبه لاحسن الجامعات، وراه احسن الجامعات تما راه كيكونوا سيليكتيف، كيخصك ليهم زعما يطلبوا لك الاي سي تي، يطلبوا لك البيرسونال ستيتمنت، يطلبوا لك بزاف ديال الكونديشنز احسن زعما باش تدخل لاحسن جامعات، وكيكونوا غاليين يعني يو نيد تو جيت ا سكولارشيب. شنو هما الانواع ديال التسجيل اللي كاينين؟ حيت سمعت بلا كاين ايرلي اكشن regular decision election. صراحة ما فهمتش السؤال، شنو كتقصد بانواع ديال التسجيل؟ واش كتقصد لي غونطري؟ كاين غونطري ديال سبرينغ هي في شهر 1، وكاين غونطري ديال سبتمبر هي شهر 9، وكاين غونطري ديال السامر هي شهر 6. دائما اخر اجل تيكون واحد شهر ونص قبل من البداية ديال البروغرام. just pay attention. سؤال من عند سي عبدو، واش الفيزا اف 1 كتعطى للطلبه اللي باغيين يديروا كوميونيتي كوليج ولا فقط للطلبه اللي باغيين يديروا الجامعه؟ لا اف 1 كتعطى لكل شيء، الطلبه اللي باغيين يديروا كوميونيتي كوليج، الطلبه اللي باغيين يدفعوا للجامعه، الطلبه اللي دافعين لي سونتر ديال لونغلي حتى هما كياخذوها. اشنو هما التخصصات اللي كاينين في كوميونيتي كوليج؟ شوف راه كاع التخصصات، راه كوميونيتي كوليج راه ماشي زعما واحد المدرسه اللي كتقرا فيها شعبه معينه، راه الايدوكيشن سيستم هنايا مختلف على المغرب. المغرب مثلا عندك باغي تقرا التمريض كاينه اسبيتس، باغي تقرا مثلا عندك الاف اس تي كتقرا فيها هذه كتكون اوريونتي اكاديميك، يعني كتقرا فيها فيزيك مات اكسيتيرا، لو اس تي اوريونتي مارشي دو ترافاي، لينسا لي زيكول ديال لي زانجينيور، المحمديه، المهم كاينين بزاف. ماشي زعما ماشي بحال هكاك هنايا، هنا لا، هنا كاع الطومين اللي بغيتي هنا كاينين، كاين يونيفرسيتي ولا كوميونيتي كوليدج. الفرق بيناتهم هو ان كوميونيتي كوليدج كتكون حكوميه فيها عامين، يونيفرسيتي تقدر حتى هي تكون تابعه للستيت ديال ستيت، تقدر تكون بريفي. زعما اي حاجه باغي تقرا الانجينيرين، باغي تقرا اي حاجه التمريض، باغي تقرا البيولوجي، اي حاجه باغي تقراها كاينه تما. باغي تقرا الماناجمنت ما كاينش زعما هذه ايكول ديال، المهم كتكون جامعه معروفه بواحد الحاجه بحال ام اي تي معروفه بالانجينيرين، بحال ييل معروفة في الإيكونومي، في الإيكونومي في الإقتصاد والستاتيستيك، بحال مثلا هنا في بوسطن عندنا نورث إيسترن معروفة زعما في الكمبيوتر ساينس، كلها هارفرد معروفة في البيزنس، كتكون معروفة لكن كيقريو الدومينات أخرين. أنا خديت الإجازة في الـ FST وباغي نكمل قريتي في الـ USA، واش من الأحسن نكمل ماستر ولا ندير كوميونيتي كوليدج؟ واحد الحاجة أنا تخي زامبوغتونت هو مسألة ديال المعادلة ديال الليسانس ديالنا في المغرب. كاينين شي وحدين تيقول لك لا راه الليسانس تعطيك الدبلوم ديال الليسانس في المغرب في امريكان، وكاينين اللي لا تيقول لك زعما لا راه الليسانس ديال المغرب كانت شفت واحد خونا في البوست تا وريتو بالايكيفالنسي ديالي انايا، عاد قال لك عاد يقول لك لا راه كاين دي زيكسيبسيون. داكشي راه على حسب، داكشي على حسب انت وشنو شنو قريتي، شنو المواد اللي قريتي في داك شنو المواد اللي قريتي في الليسانس ديالك، وشنا هو المواد اللي كاينين في المدرسه اللي باغي تقرا فيها البروغرام. يقدروا يعطيوك 3 سنين، يقدروا يعطيوك 4 سنين. سو ات ريلي ديبيندز، انت عندك قريتي في الاف اس تي وباغي تكمل، شوف واش غادي يعطيوك ماستر ولا لا. الجامعه اللي باغي تكمل فيها
سينو تقدر تقرا ديك كات كيبقى لك مثلا واحد عام في الباشلور دوغري باش تاخذ الباشلور دوغري ديال المغرب وكتكمل ديك ساعات ماستر. باغي تبدل الدومين ولا باغي شي حاجه افوردبل ولا كوميونيتي كوليدج باش الا بغيت نكمل القضيه في كوميونيتي خصني التيست ديال لونغلي. لا التيست ديال لونغلي كتحتاجو الا كنتي باغي تدخل البروغرام نيشان كيلكو سوا يونيفرسيتي ولا كيلكو سوا كوميونيتي كوليدج. الا كنتي باغي تكمل باغي تدخل البروغرام نيشان خاصك التيست ديال لونغلي. الا كنتي باغي دير اني بريباراتوار ولا سيمستر بريباراتوار ديال لونغلي تما راه ما كتحتاجش التيست. بالليسانس في المغرب تقدر تكمل قرايتك ماستر في USA ولا ضروري خاصك تعاود من الاول. ماشي ضروري تعاود من الاول تقدر تكمل ماستر وتقدر تزيد واحد العام في الباشلور دوغري عاد تكمل. ماشي مشكل الا كان هذا اللي غيضمنك ما كيجيكش سا ديبون. في الحاله هذه يقدروا يقبلوها يقدروا ما يقبلوهاش. كوميونيتي كوليدج شحال من مره تكون فيها انسكريبسيون في عام يعني اوقات اللي نقدروا ندفعوا. راه قلت كاينين 3 غونتري سامر سبرينغ الفول شهر 9 شهر 1 شهر 5 نسبه القبول الى دوله المقابله بالعربيه بالنسبه لفيزا الدراسه. ما عرفتش النسبه اللي نقول لك بالضبط انا فريمون سا ديبون. تقدر تدوزها بالعربيه تقدر لا كنخليك في الخاص الله يخليكم كنجاوبني. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا هذه بين قوسين بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي في الخاص راه فريمون جو سوي دي زولي انا اللي ما تنقدرش نجاوبكم. اي ريلي ويش انا اللي نقدر نجاوب كل شيء. انا يا بيرسونيل الانستغرام ديالي فاش ما كنتش كن فاش ما كنت كندير لا كونتنت لا والو راه كانت فيه شي كدا 50 واحد ولا كدا 60 واحد هما اللي كنعرفو كيعرفوني. هاد 2000 كاملين متبعيني على القرايه. سو 2000 الا افترضنا كتصيفط غير 100 واحد كتصيفط غير 5% واخا كتصيفط اكثر كيفاش تقدر تجاوبهم كاملين؟ والله تا اي ريلي دو ماي بيست ولكن راه وعاد زيد عليها الحياه كمغترب راه عندك بزاف ديال ريسبونسابيلتيز. سو صيفطوا الباج ديال زد اس هنايا راه اي هايرد سامون تو انسر اول يور كويستشنز غير باش تلقاو لي ريبونس راه مخلصين الناس باش كلشي يكون ساتيسفي ان شاء الله. صيفطوا في الباج راه غادي يجاوبوكم. وات دو يو ثينك اباوت ستادين ان نيبراسكا ستيت؟ اي هاف نو ايديا صراحه ما عرفتش كاع انايا واش ولايه هذه تا قلتي ستيت صحابني واش شي دوله. سو اي دون نو ما كنكذبش عليك قربت ناخذ اجازه في الفيزيك بغيت نكمل ماستر في US. شنو هي احسن طريقه الاقل تكلفه على حساب اقل تكلفه؟ شنو كتقصد باقل تكلفه؟ اقل تكلفه ديال المغرب ولا اقل تكلفه ديال الامريكان؟ الاقل تكلفه ديال المغرب يا نو ايديا قلب فور سكولارشيبس الى ديال الامريكان تشوف شي جامعه في شي بلاصه تقلب على ارخص جامعه. انا بزاف القضيه تاع الماستر ولا اذا بزاف الناس كيسولوني عليها. دابا انا حتى الوقت ما عنديش الكافي باش انني نقلب ولكن اوكي نشوف لها شي حل ان شاء الله نشوف لها شي حل باش حتى الناس اللي باغيين يدفعوا الماستر تكون عندهم زعما ذا ايزيست واي اند ذا تشيبست واي تو جيت انتو ا ماستر بروغرام. بغيت نكمل القرايه بالاجازه الاقتصاد واش كاين شي بورس؟ بغيت تكمل زعما بغيت تكمل الماستر سو لي سكولارشيب خصك تقلب عليهم في الجامعه وتدفع عليهم. هذه هي دابا المشكله مش اشنو كيديروا لي زاجونس الاخرين. كنعرفهم كانوا داروا لواحد البنت واحد لاجونس كيجيبوا لك جامعه تيقول لك هذه الجامعه راه تعطيك 8 مليون ديال سكولارشيب. تقول صافي مزيان 8 مليون سكولارشيب باش كتجي تشوف هما اللي فخي شحال عندهم تلقى ب 30 مليون يعني 30 مليون تحيد منها 8 تبقى تخلص 22 مليون ايوا هي والو. سو راه اتس نوت ابوت شحال يعطيوك ديال سكولارشيب وهاد القضيه كيديروها بزاف هنايا فيهم القوالب. راه كنحضر لدي هذا التجمعات ديال الجامعات كيجيبوهم لنا في المدرسه كيقول لك راه حنا كنعطيو سكولارشيب 10 مليون 15 مليون كتجي تسول اوكي شحال اللي فخي تلقى 40 مليون 25 مليون ديال الفرق. اتس نوت ابوت يعطيوك سكولارشيب اتس ابوت شحال غادي يبقى لك انت تخلص. الا ما كانتش لي سدان 10 مليون راه ما ديال ما والو. السلام عليكم خويا واش باك قديم عندي باك 2017 كيأثر نهار المقابله ديال الفيزا علما انه درت ديبلوم تقني متخصص من وراها؟ لا ما كيأثر ما والو ما كاين حتى شي مشكل في هذه القضيه. عفاك واش تيك 2 ييرز اللي كتقرا في كوميونيتي كوليدج كتحسب ليك فاش كتمشي ليوني؟ راه ماشي عدد السنوات اللي كتحسبوا لك كيتحسبوا لك اشنو قريتي. مثلا قريتي المات وعندك المات في البروغرام اللي غتجي تدفع عليه هنايا ما يستحقش تقراه. ولكن مثلا نتايا عندك مثلا السايكولوجي في شي مواد ديال السايكولوجي في البروغرام ديالك هنايا ولا ديال البيولوجي وانت ما قاريهمش راه ماشي تحسب لك داكشي ياسي يعوضوا لك بالبيولوجي يعوضوها لك في ستاتستيك لا. سو داكشي اللي قريتي وفاليديتي ما يستعاود تقراه
ما فاليديتيش ولا شي حاجه، غادي تعاود غادي تعاودو ولا ما قريتيش غادي تعاودو. انا بغيت نمشي لامريكا للدراسه، شحال خاصني نبلوكي في الكونت؟ ما كاينش بلوكاج، البلوكاج راه ما كاينش في امريكا، راه غير كتحط فلوس في الكونت كيخصك توري بلي عندهم داك المونطون اند ذات سيت. وبشحال؟ على حساب، على حساب الولايه، على حساب المدينه، داكشي كامل هو اللي كيحدد شحال خاص يكون عندك في الكونت. اللي غادي نقول جيني غالبا بين 26 مليون و30 مليون، هذه هي الموين الافريج، هو المبلغ الاجمالي الذي تعين على الطالب الجديد ببوسطن توفيره لتغطيه تكاليف الدراسه السكن العيش للسنه الاولى بامريكا. ديجا جاوبت على هذا السؤال، هذا غتلقاو له فيديو هنا بيان ديتايي، ولا واقيلا كاع دو فيديو مايا على التكاليف تاع المعيشه في امريكا. اللي غادي نقول لك بالنسبه لبوسطن عندك السكن بين 800 850، لا موين تقدر تلقى ليس، تقدر تلقى اكثر. هذا الكرا شهريا زيد عليها واحد $50 ديال لابونمون ديال الكونيكسيون لي زابيل ترونسبور، الا كنتي قل من 25 عام تخلص $30 شهريا، كنتي اكثر من 25 عام تخلص $90 شهريا، زعما الطوبيس والتران. بالنسبه للمعيشه ديالك زعما لا نوغيشي وداك الشيء، غادي نقول بين واحد 200 $250 $300 شهريا، فوقاش العرس. السونا سباسيبل ان شاء الله الصيف الجاي، الصيف الجاي ولكن ما كاينش العرس، واش ندير العرس غير حفله بين عائلتي العروسين. نقدر نكذب خذ السبونسر تاعي ونقول بلي عنده مطعم ولا شركه راح يتكفل بيا خلال الوقت ديال دراستي ولا انترفيو عادي. You don't want me to talk about this in public. So صيفط ليا في المول هذا، صيفط ليا في بريفي. واش ملي نسالي كوليدج اون دي او بي تي واش نقدر نجمع به فلوس دو زون اللي بقات ليا في اليوني؟ دابا البلان تاع الاو بي تي، لا تقدر دير او بي تي ياك، ولكن باش تخدم راه خصك تكون زعما ضابط الدومين ديالك، راه ماشي زعما دير كدا. المهم خصك تكون ضابط الدومين ديال الانترنشيب هنا ولا خدمه، راه خصك تكون كاين زعما باش دوز الانترفيو داكشي، سيرتو انت يا او بي تي، يعني خصك مطالب انه يكون اكثر من واحد لوكال ولا واحد عنده الجرين كارد. ولا خويا بغيت السيرفيس ديالك نبريباريو المقابله، انا ديجا دافع وكنتسنى يصيفطوا لي التيست ديال اللغه نيم ديالك. اوكي انا غادي نتواصل معايا في بريفي، صيفط لاباج، صيفط لاباج اون بو ترافاي ان شاء الله. شحال هي تقريبا نسبه القبول في كوميونيتي؟ شوف القبول 100% الا صراحه كاينين شي وحدين، لا كاينين شي وحدين بحال واحد الكوليدج تيقول لك ضروري خاصك تخدم مع شي اجونس معتمده عندهم، معتمده معاهم. سو قبل ما دابا تتصل بيا واحد السيد، واحد الدري قال راه دفعت لواحد الكوميونيتي كوليدج رفضوا ليا، اتصلت بهم انايا، اتصلت بهم قالوا لي لا راه خصو يخدم مع وحده من لاجونس المعتمده من طرفنا. وصدق هو مخلص دوك لي فخي الدوسي $50 ومشات لي. سو اولويز واحد النصيحه، دائما صيفطوا ايميل قبل ما تابلايو لديك الكوميونيتي كوليدج، دائما صيفطوا ايميل قبل ما تابلايو لديك الكوميونيتي كوليدج. واش يمكن لي نخدم في النواغ وانا كنقراو الى هي؟ واش كيشكل هذا الفعل؟ لا خطر. You don't want me to answer this question in public. ما بدينيش نجاوب على هذا السؤال هذا ياك. So صيفط ليا في انستغرام. من فضلك قول لنا شنو هما التخصصات اللي نلقاو فيهم سكولارشيب من غادي نكملو كوميونيتي كوليدج. سكولارشيب؟ باغي تخص سبونسرشيب؟ غنجاوبك عليهم بجوج باش ترتاح ان شاء الله. بالنسبة لسكولارشيب ما عندهاش علاقة بالدومين، سكولارشيب عندها علاقة باليونيفرسيتي اللي دافع ليها انتايا. وباش تاخد سكولارشيب ديبانس على الجي بي اي ديالك، ديبانس على لي زاكتيفيتي اللي درتي دوغون العام ديالك، و الاسيز اللي كتصيفط ليهم الريكويرمنت ديال شي وحدين كيطلبوا لك الاي سي تي وهذا، ولا جي ار الى كتبها يدفع الجراديويت بروغرام بحال ماستر. سو ديبانس ثلاثة، الى عندك مزيانين تاخذ سكولارشيب، ما عندكش مزيانين ما غاديش تاخذ سكولارشيب. وعاوتاني كتبقى كل سكولارشيب كاين ميريت سكولارشيب، كاين ايد بيزد سكولارشيب، يعني على حساب واش انت ماديا كتستحقها ولا لا، زعما واش الحاله الماديه ضعيفه. بالنسبه للسبونسرشيب، السبونسرشيب راه ما كايناش بالكوميونيتي كوليدج، ديال باش تكون واضح خصك باشلور دوغري، شرط من شروط السبونسرشيب تو كيت سبونسر، خصك الباشلور دوغري كيل كو سوا باشلور دوغري ديال المغرب ديال الميريكان ديال اي دوله اخرى راه مقبول، او لا 5 كوم ديكسبيريونس بروفيسيونيل باش تعوض الا ما عندكش باشلور دوغري. او بالنسبه للتخصصات، يا بيان سور كاين تخصصات، وكاين انا تشوف داكشي ديال الماناجمنت، داكشي ديال البيزنس ادمنستريشن، داكشي اتس ا ويست اوف تايم اصلا. انا ما تنفهمش دابا انت عندك الدبلوم ديال الماناجمنت شنو غدير؟ تجي غير يا كومباني؟ ما غاديش نعطيك اصلا تجي غير، واش تجي غير كومباني؟ راه
خاص تكون عندك خاصك تكون اكسبير في داك الدومين ديالك، عاد من بعد قريتي الماناجمنت انا شي روينه ولا يعني شنو غادي تجيري شنو غادي تمانجي اولا غالبا دوك لي زيرون كيطلعوا في الكراد، كتلقاه خدم مثلا في ديك الشركه كيطلع حتى كيولي ماناجر اولا سوبرفايزر. سو الدومين ديال الماناجمنت كيديروا الناس حيت ساهل تو بي اونست، راه فيه غير اللغه. الدومين اللي كنصح بهم انا هنايا النورسين، كمبيوتر ساينس، بيوتكنولوجي، الفينانس حتى هو اذا ممكن البرامج اللي تحتاجوها في امريكا. ما فهمت السؤال سي سلطان محمد. سلطان احمد اخي انا وفري الباسبور عندي دابا شي عام وصرف وبغيت نجدد، واش نمشي لنيويورك شخصيا نصيب داكشي عبر يو بي اس؟ يا تقدر دير اللي بغيتي، يا اما تاخذ ابوينتمنت تمشي عندهم، خصك تاخذ ابوينتمنت، يا اما كتدفع كيف ما دابا. تلقى فيديو هنايا، تلقى فيديو هنايا كيفاش درت انا تجدد الباسبور. ان وات يير يو ار ان؟ انا ام ابوت تو جراديويت، باقي كناخذ كلاس وحده هذا السيمستر هذا وغادي الجراديويشن ان شاء الله. واش لا نوت ديال الباك كتامباكتي على التشانسز ديال الفيزا ولا على الاكسبتاسيون في كوليدج؟ لا ما عندها حتى شي تاثير. هضر عافاك على القرايه في امريكا، ملي كيكون عندك شي حد من العائله تما تمشي عنده، واش كتزيد فرص باش تاخذ الفيزا؟ ما كتزيدش الفرص باش تاخذ الفيزا وما كتامباكتيش نيجاتيفمون، من غير الا شكو فيك انت باغي تحرق. مثلا كيسولوك على القرايه، شنو باغي تقرا، وعلاش باغي تقرا، وعلاش باغي تمشي لامريكان، وكتلقى داكشي ما تجاوبش، كتقول لهم راه عندي خويا تما ولا عندي، هذيك تزيد تكفسا عليك، كتقول لك هذا اذا انت غير باغي تمشي باش تحرق. غير غرموا الناس عندهم عائلتهم هنا وخذوا الفيزا سون كان بروبليم. واش الاوراق اللي كنديوهم معايا، واش الانترفيو فيزا، واش خاص يكونوا مترجمين؟ الصوره ما خص، راه ما كديش الاوراق بزاف. شنو كتدي في الانترفيو؟ كتدي الاي 901 هذه فاش كتخلص السيفيس، كتدي الباسبور ديالك، كتدي غولفي بونكير، غولفي بونكير مترجم، الباك حتى هو يكون مترجم. شاخر كتدي كتدي الدي اس ديالك، هذيك اصلا كتكون بلونجلي صافي، ولا اكسبتونس ديال المدرسه باش ممكن ناخذ فيزا قرايه بلا كونت بلوكي، غير نتحمل المصاريف ديال قرايتي باش نوصل، باش نوضح معاك الامور. عندي بي جي ديال 8 مليون. لا ما كاينش بلوكاج، الفلوس خصها غير تكون في الكونت بونكير. 8 مليون ما غاديش تكون كافيه باش انك تاخذ اكسبتاسيون، من غير لك تادي تدفع لشي سونتر ديال اللغه. شنو غنحتاج باش ندفع الماستر في امريكا؟ واش نقدر نقرا نيشان ماستر بلاش اني بريباراتوار؟ الا كانت عندك لونجلي مزيانه يعني عندك واحد السكور طالع في التوفل ولا الايلتس ما تحتاجيش اني بريباراتوار. وشنو غتحتاج باش تدفعي الماستر؟ على حساب المحصل شنو كيطلب جينيرالمون الجي ار اي ولا الجيمات، على حساب شنو باغي، شنو الميجر باغي ديري، هذا ليكيفالنسي ديال ليسونس ديالك، تيست ديال لونجلي صافي. ابخي دو زون ملي تسالي القرايه شنو غادي دير؟ انا اخدم على حساب كل واحد شنو موفر لي. تقدر تلقى خدمه تخدم از او بي تي زعما ويزاوت سبونسرشيب لما كانت عندك باسبور دوغري او ليكيفالنس ديالها. سينو كاين اللي ما تلقاش خدمه تيكون مضطر انه يدير انه يكمل باسبور دوغري. صعوبه في ايجاد موعد مع السفاره، ما كاين حتى شي صعوبه، لي رونديفو موجودين. واش فاش كتسالي دو زون في كوميونيتي كوليج تبغي دير ترانسفير يونيفرسيتي واش تيقبلوك؟ كيقبلوك، ما كاينش غرام ديال المشكل، من غير لي زيكول الاي في ليغ وهذوك الواعرين، اما جينيرالمون تيقبلوك. شنو احسن ديال ترانسفير كريديت ونبقى باسبور ولا نقرا ماستر؟ تو نوت ويست ماني. هذه المساله راه ماشي اللي كتحددها، راه كيحددوها هما في المدرسه. واش الباشلور تاعك غيخوليك تقرا ماستر ولا لا؟ كيفاش نديرو ندفعو اي اس ال اند بيزنس بروغرام؟ واش ممكن نجمعهم في ابليكاسيون وحده؟ كتدفع لكل واحد، وكتكون عندك الاي 20 ديال الاي اس ال بروغرام، وكتكون عندك الكونديشنال ادميشن ديال البيزنس بروغرام. زعما الواتساب سي ايوب صافي راه قضينا غرض، واش عندي حق ندفع ماستر نيشان من بعد باك يعني باشلور وماستر في اس اي؟ واش عندي الحق ندفع ماستر نيشان من بعد الباك؟ كيفاش واش عندي الحق ندفع ماستر نيشان من بعد الباك؟ لا سي واش حمزه والله ما فهمتش السؤال ديالك. واش الفاليو ديال الدبلوم من كوميونيتي كوليدج اقل من ديال اليونيفرسيتي؟ لا ما كاينش هاد الهضره هادي. اليوم معنا نجيو ان شاء الله لامريكا من طرف زكريا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك ويسر امرك. احسن واحد الله يكبر بك السي حسام بارك الله فيك. واش لي زاني فيد ولا كيأثروا على الفيزا؟ لا لا ما كيأثروش تي بو لي جيستيفي هادوك لاج بعدا ما كاينش غرام ديال المشكل. لي زاني فيد يقدر يسولك، يو جاست نيد تو هاف ا ريزونبل ريزونز اند انسرز. ناضي لا حفظك سيدي سفيان. واتس ذا تايم ذا يير ذات بيبل ابلاي فور ستادي ان يو اس اي اند وين ات فينيشد؟
So I already answered that question. Spring, fall, summer. كيفاش تقنع الكونسولا؟ دايما كيفاش تقنع الكونسولا بلي your answers بلي تي بيان ديتيرميني انك تجي تقرا في امريكان بلي راه فريمون انت موتي انت تانتيغيس القرايه. هادشي هو اللي خصك تبين لي في فيديو على how you prepare for consular questions soon ان شاء الله. get ready. عندي مشكله في النطق بحال كان كنكون كنهضر حتى شي كلمه ما كتبغيش تخرج. انا هادشي ما يطرش عليك غير حاول زعما راه ما كاينش مشكل كي تفهموا هاد القضيه هادي. شحال كتخلص الا قريتي 12 كريديت في التير في بي سي سي؟ واش كاينه شي طريقه باش تنقص 12 كريديت؟ عندك 356 دولار للكريديت ضربها في 12 تجيك تقريبا شي 5000 او شي حاجه. قريه في يو اس اي واش صعيبه ولا لا؟ كمبيوتر نيتورك تكنولوجي. قريه في يو اس اي كتعتمد على تطبيقي اكثر كيعطيوك لي بروجي كيعطيوك ولكن جينيرالمون في المتناول زعما كندوي على كوم نيفو ديال القرايه. صافي هادو هما الاسئله اللي جاوا. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. مره بقى ندير لكم شي بقى ندير لكم بحال هكا اسئله واجوبه على يور كويستشنز باش ما تبقاوش كل واحد مره تسناو الجواب انديفيديوالمون. الا كنتو اول مره كتفرجوا في هاد لا فيديو دابا تنساوش تابونوا في لاشين. وبالنسبه للناس اللي انتريسي انهم يقراو في امريكان ما عليكم الا تكونتاكتيو زد اس اكاديمي وغادي نكونوا سعداء ان شاء الله باش اننا نواكبكم في هاد الرحله هادي باش انتم تجيو تحققوا الاحلام ديالكم الاكاديميه والمهنيه. والله يسهل على الجميع.